كمل. سلام لله. عندك نايم؟ كمل. لا ترد علي ترقد. يا فهد معيان ياخذ حقنا ان شاء الله الليله. منو؟ غدوتي فهد معيان. ما بغيت فهد معيان يرد حقك. والله فهد انا احبه عاد. ياخذ حقك من منو؟ ها؟ ياخذ حقك من منو؟ من الشيف ابو حكمة. هو شو اسمه؟ لا والله مو صادق. لا مو ابو علي اسهل من حكمة. ابو علي؟ ابو علي. لا صحون غسلتوهن، لا طبخ سنع. اوكي وسخين هلا ما قلنا لا. خلاص بس الطبخ. اسمعني والله الطبخ عشان ما تكثر كلام. راح خسرنا عشان اليوم انت برايم ما نبيك تطلع. ما يفيدني، يفيدني الاسبوع الجاي اذا دخلت. ما يفيدك؟ اجل نعترض يا حبيبنا. اي هذا اللي اقول هلك. اي والله نعترض. والله وبيت بناها الله. حلف بالله. حلفت بالله. يا لو طبختكم احلى من طبخاتنا نقول طبختكم. اي والله. ما عندكم ملح، ما في ملح. خلاص ما في ملح، فزنا ولا لا؟ فزت. احنا ما احنا بحاسينكم يا لجودي. اهم شيء النظافة. انت النظافه ما انا باكل تاكل النظافه انت ها تاكل النظافه تدري فطري تدري ان اطلق المطاعم حلو اللي تكون لي في الصناعيه البوفيات ما فهمت الصحون إيه؟ هذه اليه مطبخ الصحون لازم تغسلها انت تساوي حذفها صح احنا وسخين بس طبخنا ازين من طبخ طبخكم طيب بس فزنا عليكم اعترف الكلام. اعترف طبخ الاعتراف هذا اخذ الاعتراف طبين طبخ افضل ها انت طبخكم افضل اي والله خلاص كيف هذا رايي كيف يا فهد معيان غدوتي تخنقه ها تخنقه يموت شو يسوي نطلع وندفع اللي انت خابر بركبنا هذه بيكون اغلى والله بيكون اغلى اللي انا خابر 350 300 حمد عندي سؤال صحيح كل ما اكل تمر حليها شو الحكم انت لازم تاكل ثلاثه مو السنه يعني سبع ما ثلاثه لا ثلاثه ولا خمسه الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياكل سبع لكن لا يبي كان من عدد زوجي عدد الزوجي ليه يعني واحد مو بزوجي فردي اي واحد فردي وثلاثة وخمسة اي الله 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 واحد الله فرد يحب الفردي يفتى مري يفتي صيد الله فرد الله سبحانه وتعالى سهلوا لا 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 ولكن السلام اسالك بالله هذا لبس راس يعرفون يطبخون يا ابوي رجعوا الدجاجه الصحن لا تتشمتون بلبس احد لا لا معلش امزح تعرفون يا امزح معكم ولا بسوي طبيخ انت وجهك اسحب علي انا رزقني الله بالوسخ هذا وش اسوي بس علبه بهارات وش لا والله لا 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 البهارات كويسه يا ابن الحلال تدري وش اللي نكبنا الشيف من يوم مسك راسه يدخل يده بالكبس يذوق انت لومه حمد وسخ انا جبت له ضغط الاسبوع اللي راح جاب له تسمم حماد اليوم تخيلوا انا حطيت رقم قياسي ما حد سواه وش الطبخه اللي فاتت جاب لي 98 حلو بالمئة شو رقم عظيم انت منو كمان انا وسعود الجوزة والله عاد اني انا اللي طبخ سعود طبخ بس الرز الله يبيض وجهه لا والله سعود اكثر شيء سوى سعود بس يعني اللمسات اللي يعني انت معي ضدي الاسبوع اللي راح هذا ضدك فزت واليوم اخذ ثاني انت تدري بس ما حط رد حطم رقمي لا من فوق ولا هذا غثني يا ريان بقى دقيقة ونص دقيقتين خنغ لا 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 لين قال 15 ثانية تدري ايش طلب يا حمادة؟ هو ما هو بيقول اخذ كوبه هذا من مرقة من مرقة يكون ما صافي ها؟ اخذت ما صافي؟ لا انا مرقة حطيت يدير حمادة انا شوف انا ما عاد علي اليوم انا اخذ حصان علي انا بضحك والله يا طبخات لنا اعلى ولا عليك منهم يا رجل رح بس الله يفك لو انه ملح ما في ملح ما في دجاج سامج رز سامج ليش لا صدق فزت ولا ما فزت لا والله تستاهلون فزت ولا والله 40% انت 40% ايه طبخه اقسم بالله انها حلوه بس تدري ايش اللي كان زايد اللي هو المعجون والجزر انتم اعطاه حلاه ايوه حلاه ايه انت ما لها طعم بس حلاه ترى احلى حلاها زياده لا 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 فزنا ترى لو مضبطين النظافه بس انتم عندكم بهارات زياده 43 لا 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 والله بهارات بهارات ليش على الدجاج صح على البهارات لا والله بليه والله اني مرقتها بالبهارات لا بهارات حتى اول من لقب اكلت طعم بهارات واد والله انا والله طبختنا حلوه بس اسوي لك اسوي لي بروف حقت اختي حبيبي ما بيني وبينك اي سيناريو ايش تبي الا انت الحارس حقي انا الحارس حقي حمد طول بعرض حارس لا مو حارس يعني شوف راح يكون بيني وبينك سيناريو والله كثير عبود صب شاي حبيبي عطني 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 كوب حق العملاق امسك صبر طلع
آه يا حمد يا غهري يا غهري يا غهري يا غهري مغهور فغرة تروح علي 500 400 لقطة قال أبو عجرة وعطها إيه أنا كلة أربع تغريدات صح؟ ما ندري أربع تغريدات ولا لا أربع 200 لقطة والله 200 لقطة 50 50 50 50 تدري حفظ سيناريو حق من بس بروفة اليوم؟ ما اسمك؟ أين تعمل؟ أنت من دار دقيقة أهلا زرتني من لا زرتك ولا جيتك ولا أنا بجايك والله أقول لك حلو ولا حاجة قسم بيتي لا أقول كذب حبيبي أنت أي لوحة؟ خمسة طيب أنا مع في الرابعة بعد مع الرابعة أتفق مشري لا الرابعة معنا لا لا ما عندك دور بالرابعة أنا ما عندي دور بالرابعة أنت لا تدخل أنت خمسة السادسة عشان كذا أنا كثرت سيناريو خمسة السادسة كلمت أنا الرابع ما عندي بس أبني سيغل سيناريو اللي بيني بين حماد قلت اتفق أنت حماد قلت تعرفون التمثيل لا انا تدري شنو بس اجيه واقول لقد كنت اعمل نجارا لقد كنت اعمل نجارا بس يقول ضبطني نجاره شوف السيناريو يسمع الواسطات ما فيها واسطه يا رجال بس تبغى صدق اللي حلاها المخرج المخرج ما شاء الله المنذر كويس مبدع والله بس هذا تعرف يعطيك يجي قدامك يطبق الدور هو فنان يا ولد اي والله فنان يطبق الدور خلاص انا اتعلم من ملامح وجهه ترى المخرجين كلهم كذا متى قام ما خلص ترى المخرجين كلهم كذا متى خلص منك سبعة ونص؟ لا يا رجال ثمانية؟ ثمانية ونص أو تسعة أوه سبع ساعات هو برا من الساعة واحدة عندنا تدري؟ والله بيضة من واحدة لين سبعة تخش تسوي من واحدة هو من الساعة واحدة موجود ما ترينا عاد من الساعة واحدة وش هو؟ المخرج أسد علي أمس من واحدة لين أمس العشر واحدة في الليل والله لا يتعبنا يا ولد مو ما شفناه جالس ورا ينطر خلص البرايم مدري وش هذا الدور طفت الكهرباء راح ورا المسرح مدري وش تعبهم خلوك ما عليه كيف جئت انت لي هنا والله كاني ماخذ حصانه دائم في السريكه يا اخي طموح تبغى صدق شفت الانديه اللي يفوزون على الهلال لو في مباراه وديه يستانسون هذول نفسهم لا حبيبي لا حبيبي لا 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 اسمح لي اي هلال والله صدق اسمح لي انا هلالي انت ها ايه كل شيء للهلال لا تمثل نفسك الهلال ساعه كم الحين شربت ساعه لاني انا احب الهلال ايه اقول لك الانديه اذا فازوا على الهلال لو في مباراة ودية استانسوا كنا جايبين بطولة عشان الهلال بمشي عليك ما فهمت عليه ايش يبي هو؟ والله ما فهمت اصلا هو يبي يشارك في الحديث ما ادري ايش يسوي قطعني بعدين قال لا اي اسوي خل نسوي بروفا تعال خذني معك خذني معك